طب اتفضل اهي. شكرا على التوضيح اللي عمله الكابتن ايمن على فكره. لا يعني والله الكابتن ايمن انا من الناس اللي بعزها فعلا، وكلامه دايما واضح يعني، وحتى لما بيقول حاجه بيرجع يعني يوضحها ويتكلم. هو شايف انه دوري وان سايد جيم، يعني شايف انه ما فيش مثل لغايه الامطار السريعه. انا قلت كلمه قلت لك المره اللي فاتت بس هقولها لك، ما حدش نافس الدوري السنه دي على اللقب، ما حدش نافس الاهلي خالص. طبعا الزمالك دايما هو بيبقى منافس الاهلي الوحيد قولا واحدا، محدش يقول لي أيوة بس ده لا يمنع ان في فرق تطلع تنافس. لا وماله، ده لا يمنع اتفضل، بس لا برافو عليك، بس محدش يجي يقول لي ويقنعني ان بيراميدز كان منافس للاهلي السنه دي. لا الاهلي لما توج ببطوله افريقيا لم يكن يتوقع احد ان الاهلي هيجيب بطوله الدوري، خلاص الاهلي خد الدوري بطوله دوري ابطال افريقيا، الزمالك خد الكونفدراليه مبروك عليهم، بيراميدز طاير في الدوري صح عامل فرق صح، الاهلي هيكسب الماتشات دي كلها عشان يروح. الجميع توقع سقوط النادي الاهلي في بعض المباريات المؤجله لانها كانت كتيره ويلعب وصعبه ويلعب بيراميدز ويفرق باهداف ويفرق بنقط، لكن لما النادي الاهلي تساوى في عدد الماتشات اللي لعبها بيراميدز ما فيش اصلا وجه للمنافسه ولا للمقارنه، والمقارنه دايما بتبقى الانديه الجماهيريه. وهعيدها تاني، ما فيش نادي مش جماهيري بينافس على بطوله كبيره. هو بص هو انت عارف الانجاز في ايه؟ الانجاز ان الاهلي كسب 20 مباراه بدون هزيمه، ده الانجاز، وانه اصبح ضاغط مش مضغوط بالظبط، انما انه كسب الدوري مش لان هو اساسا بيراميدز كان بينافس على الدوري بسبب النادي الاهلي والنادي الزمالك عندهم مؤجلات كتير، ولما اتلعبت المؤجلات بس وصلت الماتشات متساويه قال لي كسبان الدوري. لا والزمالك النهارده 55 نقطه، ما بقول لك الحاجه اللي الزمالك انفرد الراجل ما فرطش بعض الماتشات جوميز، الزمالك كان ممكن يفوز الدوري الثاني. الحاجه الاهم بقى انت كزملكاوي لا يمنع ان انسحاب نادي الزمالك كان من النقاط الفاصله في بطوله الدوري. ادي الاهلي لعب 31، بيراميدز 32، الزمالك 32، لاول مره تخيلوا يا جماعه، صدق او لا تصدق، لاول مره منذ بدايه الموسم اعرض جدول، هات لي الجدول يا حسني، اعرض جدول الدوري يبقى كل الماتشات قريبه من بعض لاول مره، واحنا في الاسبوع بعد ما الدوري توج، يعني بعد ما الاهلي خد الدوري، يعني بقى لنا سنه مش عارفين نوصل ان عدد الماتشات سنه يا مؤمنين، سنه مش عارفين نوصل لعدد الماتشات يبقى متساوي. النهارده بعد ما انتهى الدوري بقى بصوا، ده الطبيعي من بدايه الموسم كل الفرق لعبة زي بعض، ده الطبيعي وده اللي يحصل، عشان لو عايزين كوره في مصر اهو كلها زي بعض. في كل الدوريات في العالم بنشوف عدد الماتشات 5 5 5 6 6 6 8 8 8 يعني مش ممكن. طيب ايه اكتر حاجه بقى تميز دوري ال 44؟ ايه بقى واحد، بص يا كابتن بس الاول، الاهلي 31 مباراه عنده كام؟ 81 نقطه. بيراميدز 32 مباراة عنده 73 نقطة. انت ما فين المنافسة؟ الزمالك 32 مباراة عنده 55 نقطة. او الزمالك بقى لو كان فعلا جوميز ما فرطش بالظبط ورانا الفوطة بدري الزمالك والله ياخد تاني دوري سهل جدا. جدا جدا، انت في ماتشات للزمالك كده اترموا، ما انا بقول لك زي ماتش الانسحاب، تفريط في الماتشات او تفريط في البناط السهلة دي، ماتش الانسحاب هو خلى الزمالك يصرف تتويج الاهلي. هقول لك عارف امتى تلاقي الكورة في مصر مظبوطة؟ تلاقي الكورة في مصر في تنافس وفي منتخبات وفي كورة، لما تلاقي الدوري المصري من أول يوم قبل ما نلعب كده البطولة في سكاجوال كده محطوط، فاللعيبة نفسها أو حتى الأجانب يقدروا يحجزوا تذاكر السفر بتاعتهم العودة لبيوتهم مثلا يوم 31/5 100% اعرف إن احنا هننجح 100% جوميز نفسه